إشكون؟ انتينا هو؟ آه أنا إيه هو؟ إيجار إيجار أنا جيت تاني إيجار قالوا عليا نصب تاني إيجار أنا والله إيش وش إيجار والعقل ما عندي إيش إيجار أنا جيت تاني إيجار أنا والله إيش وش إيجار والعقل ما عندي إيش إيجار أنا جيت تاني إيجار قالوا عليا نصب تاني إيجار أنا والله إيش وش إيجار والعقل ما عندي السلام عليكم اكبري اتاي مزيان اصاحبي شوف حمود ماشي مزيان داك كتكون اش عندك امام وما الا تصدرش جبرتيني مراون مع راسي خليني الله يرحمه اشكي عليا اشكي عليا جاوا عندي الناس ديال الضرائب وضربوك حتى ودمينا يا هادشي تفهمت معاهم كيفاه دبرت عليهم يضربوك يدبرتي عليهم سي لا مزيان مزيان ايوا انا ما قلتش عملت معاهم هيدا كانوا يشدوني ما حد هما يشدوا مننا تينا يفتح منا رياح ما معاهم شي لعبه زعما اي بايرن ميونخ شحال عطيتيهم 2000 درهم اه 2000 درهم شي ايوار ايوار انا ايه هو ايجار ايجار فين يا عندك الكراسة إلى برا أقعد شوي إختي شنو كتقول انا اسحب لي عيله عيله تينا اي كاماريرو اي كاماريرو شحب خاطر انتما اللي في الخاطر عيط لي ام القهوه يلا عيط لي ام القهوه يلا اشلق فين مشى ديك الكاماريرو الناس قالت هنا خصنا شكون اللي غادي يسربيا يلا طقونا واحد راجل كيسقسي عليك شكون هذا اللي كيسقسي عليا والله ما نعرف يلا سير سير عيط له دغيا قول له يسير دغيا يلا الله يرضي عليك واخا يلا الله يرضي عليك سير يلا اتشا تكلم تكلم باتر هاي عيلة ها هو باترون ها هو السيد انا السيد مرحبا يلا شوف ترى ولدي ديال الجريده ديك الكليه اللي قال السلمى دغيا هذا ولدي اش كاين لا هذا كاماريرو خدام عندي هنايا مزيان فاش نقدر نعاود لك الشريف انا ايجار عندك اي رخصه ديك الرسائل الى برا رخصه عندك كاينه الرخصه عندي كاينه الرخصه مأكد انا نشوفو لا تحنا نشوف الشريف اش كتعمل نصور افلوك اصور هذا الشيء اللي عندك على برا اجي قول لي بعدا قول لي شكون تينا شكون تينا جلس ونقول لك سؤال يلا زيد تفضل جلس زيد انا جيب له شي قهي والله يرضى عليك تفضل جلس شكون تينا بعدا شكون انا ايجار انا السي محمود اللي كان قبل منك موظف هو اللي كان كيجينا عندي كنتهلا فيه ما قال لي جيبي عندنا غتجي نتايا هايدا قول لي محمود ودابا ما بقاش اي محمود دابا كاين ايجار ايجار شوف ماشي مشكل انت نتفاهم معاك السي ايجار من اللي نتفاهم معاك الا هاد الفوضى اللي عملنا برا مين يكوزو الناس ماشي مشكل ديال الناس الناس مين ما كان غيدوزو بس المهم تفاهم وانا وياك شحال كطلب هادي الرشوه لا صاحبي هادي ماشي الرشوه هذا غير الكادو الا كان الكادو اي شي مشكل هذاك غير كادو خلي لنا الامور كما هي ما تكوني على خاطر ضروري وخصني تاينا يبقى على خاطر اذا كان على الفلوس والسلام ما الضرب حسب الخير موجود شو انا اتشرتي الشريف 2000 درهم كافيه اني ما عجبتكش ما عجبتنيش 3000 درهم كافيه قايد لك مخالفتي جلس نعال الشيطان شوف راه نقدر نعطيك 4000 درهم زيد
شغال نزيد؟ أرى ديك أبهاك ما نزيدك يتصرصوا على الناس هاك أنا إيه هو؟ إيجار إيجار عاون واد مسكين عاون واد مسكين شي صدقة الله يرحم بها الوالدين عاون واد مسكين عاون واد مسكين عاون واد مسكين شي صدقة الله يرحم بها الوالدين عاون واد مسكين عاون واد مسكين شي صدقة الله يرحم بها الوالدين شي صدقة الله يرحم بها الوالدين عاون واد البصير ها إيشوف أنا هادي إعمال تا نجحت إنا إتسرق لي الفكرة ديالي بقيتو شي أتحشمو أنا شني عملت؟ عملت إيه ثلاثة ديور إمكريين عملت إيه شي الطروفة دل الأرض عملت إيه ثلاثة محالة دم ماكلة وماش بعتي شي إمكلة أنا أش كتعرفني؟ يعرفك شي ودابا يقيد لك مخالفة كيفاش؟ المخالفة ضد الضرائب خصك تخلص الضرائب تسعي رجعت فيها الضرائب إيه هذا قانون جديد المادة الرقم 2303 هذا أدم مادة مادة ماجد نقيد لك دابا المخالفة دابا صافي شنو قالت لنا شنو قالت لنا؟ إيه رسمك نقيد لك المخالفة لا لا الله يرحم والديك الله يرحم والديك لطيفة لطيفة شني إيه عندك إيه خمس سنين إيه خلصتي شي الضرائب الله يرحم والديك الله يرحم والديك صافي أنا ندبر عليك ثم اللي يمشي عنده يقول لي يدبر عليه واش عامل لك كلشي إيه بحال بحالو لا غير دراوش غير دراوش يدراوش تينا يدروش تينا تينا باقي لك والو يتشري باريس سان جيرمان إيه باريس سان جيرمان الله يهديك الله يهديك يلا يلا يدبر عليا يلا 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 هاك واحد 100 درهم شني هذا 100 درهم يسعى عليك اولا دابا انا يسعى عليك صافي زيدك هذه تاينك بعيتينا يدخل 15 5000 درهم في النار وعطيني 15000 يضحك عليا يضحك عليا شكون قال لك انا غندخل 5000 درهم شكون قال لك عندك اي دخله حنا يعرفوك اي كلشي اي كلشي يعرفو دابا اي واحد الحاجه اي مجوج يا اي تعطي لي النص 5000 درهم يا اي سجلك اي مخالفه اي مخالفه صافي واخا واخا انا نعطيك صافي واخا قال لك اي عندوشي اي عندوشي لو جا يحشم يحشم انا اي هو ايجار ايجار فساد اش من دخله عندك الصح من دخله ايه عندي انا نوريك اش من لا اش من دخله ايه عندي انا نوريك ايه دخله ايه عندي شني تما صاحبي شني تما اي صور هذا الشيء التجار شني مثلك اخاو ديالي قلتي لنا شي ورد ديالي زعما تصور شني هتصور اخاو ديالي اعقل شي عليك اخاو ما كاين اخاو ما عندنا يلفر شحال هذه دابا انا رجعت رجوع الضرائب انا عمل لي مخالفه 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 يهرق الماء يفزد الماء الضياع الضياع يا عمو الضياع عرفتي الماء هذا مي يجي مي كيجي يعرفش مي يجي المهم عندك مخالفه وصافي صافي اسمح لي ما نعاودش دابا مثلا اي واحد يضيع الماء فحال هكايدا ايتي حنا الماء اركابي اركابي وصافي صافي ايجار والله ما زيد نعاود يعاود لا يعاود دابا انا اعقل شي عليك انا نسجل لك مخالفه يزولوا لك العصا السرق يزولوا لك الرخصه ديال العصا وصافي الله يرحم والدك انا هي عصت السياره تينا يغسل السياره تينا يغسل تينا يغسل لا والو صافي شوف هاك تفركه وقبل علينا اقبل عليك زعما ما تجي يخطب ولا شنو هي هذا وصافي شوف زيدوا البركه هادي شنو هي هذا انا عندي التليفوتيكا ولا شنو هي هاد تضحك عليا والله يرحم والديك يخلينا زيد البركه وصافي وما نزيدش نضيع الماء والله العظيم يبقاو ايفيا شحال يتما 30 درهم يبقاو شي ايفيا يبقاو شي ايفيا يزيدني يزيدني
صافي شبرات 5000 والله يرحم والديك. اه دابا اخرى نخلفوا دابا 50 درهم مزيانه. اه 50 درهم اي مزيانه دابا مزيانه. عرفتي دابا تينا الا كنت يسجلت لك مخالفه في شحال ولا كثار اي 5000 وصافي الله يرحم والديك. اه ايجار امشي بحالي امشي ايه بحالي دابا ايوا ها اني هذاك امشي ايه الناس اي باقي الخدمه بنادم كتقول له 10 درهم كيقول لك ديتها من عندي اخر 7 درهم مش ديها من عندي اخر ديها كولور اللي بغيتي انا ما تقربش من عندي هنايا اني هذا يا عنده اباقه الايبي اني بيراس ايه ملا اه افتش عليا اي هذا علاش ايه عمروني بقاني تنايا السلام عليكم وعليكم السلام تينا هو ام مرمحة واو وين مرمح كان بالك موت شي حاجه اخرى هنايا واش عندك اي حال اي دقم اعطي لي اي لاكارت علاش غنعطيك راكا ريفي ما كيعطيش لاكارت علاش انا نعطيك راكارت واش اللي جا غنعطيه لاكارت هنايا انا عدل لك فيزا اعطي لي لاكارت املا اي هضره اي بزاف ما جيني من الاخر هنايا علاش غنعطيك لاكارت عندك اي الرخصه اللي تخلي الثلاجه على برا اه كيفاش شنو نقولها لك اي فرونسي نقولها لك اي فرونسي ولا ارا لاكارت الا راك اي خرج اي الثلاجه اي برا الا راك غير شويه غير شويه راه البحر مضيق هنايا علاه خرجت نيبر عليه ايوا اي البحر مضيق انت اتسع على راسك اي ضيق على الناس الا راك اي الا لاكارت اه ودابا انت نسيفتك ديك الرجنا ياك جاج نتفاهموا ما كاين مشكل اجي نتفاهم معاك من داخل نتفاهموا يتفاهمش انا يتفاهمش انا يتفاهمش ودابا انت نسيفت تك الرجنا صافي غاجي ندخلوا لداخل وما يكون غير خاطرك شحال انا نقول لك يدخل الثلاجه يدخلني انا ان داخل الا راك الا اراك الا اراك اه غيتير هذايا ونتفاهموا قلت لك غندخل داخل غنهدروا غتمشي تيني على خاطرك وتخليني انا على خاطري وغن وفهمانيش صافي ولا دابا ريك الرجنا هذيك باش غتنفعك انت انا دخلت هاد النيبيرة داخل اه ندخلي معاك ندخلي معاك بصح زيد 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 بصح عنده الحق بصح ايوا زيد قبل يجيو اللجنه اد بصح اد بصح هذاك صاحبي دخول ونتفاهموا قول لي التقهويه ديالك نعطيها لك فلوس ولا سلعه لا لا انا اتي لي السلعه وحال فيها اجبر شي ان من بيعها انا خصني اي فلوس اي فلوس اه هاي ما كلش يخصو الفلوس دابا انا خصني اي فلوس اتي لي اي فلوس اني اي فلوس انا امشي بحال اني هذا اني هذا زيد زيد اني هذا يضحك عليا هذا اني هذا اني هذا اني هذا اني هذا دابا اي مزيان يلا ما تدورش موراك هنايا غترجع تقول اني بيرت غنطيح لك شي فران هنايا ايجار 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 لا جيت ثاني ايجار قالوا عليا نصب ثاني ايجار انا والله ايشوش ايجار العقل ما عنديش ايجار هلا جيت ثاني ايجار قالوا عليا نصب ثاني ايجار انا والله ايشوش ايجار